المجلس العسكري الحاكم في النيجر ماض في خطواته، ولا يبدو أن تهديدات إكواس ستوقفه. ذلك ما تؤكده الإجراءات التي يتخذها، وآخرها القرار الذي يسمح لمالي وبوركينا فاسو بنشر جيشهما في النيجر في حال تعرضها لهجوم من مجموعة إكواس. أعتقد أن هذا الموقف يأتي في إطار استعداد المجلس العسكري لاحتمالات خاصة منها المتعلق بتدخل عسكري من طرف الإكواس خلال الأيام القادمة، وهو استعداد للحرب وإصرار على الموقف الذي أعلن عنه المجلس العسكري بتمسكه بمرحلة انتقالية من 3 سنوات، ويؤشر أيضا إلى أن الحوار قد طوي بابه حتى الآن. قرار التفويض هذا يبدو أنه أثار استفزاز مجموعة إكواس من جديد، إذ جاء الرد سريعا على لسان الرئيس النيجيري، إذ قال بأن عدة أطراف في المجموعة تطالبه بالإسراع في تنفيذ الهجوم العسكري، لكنه فضل التريث ومنح فرصة أخيرة للمجلس العسكري. داخليا لقيت الخطوة رفض أنصار بازوم، ويقول مستشار للرئيس المعزول إنه على قادة الجيش أن يتفرغوا لمواجهة التهديدات الإرهابية. نحن لسنا ضد التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة الإرهاب، لكن قرار التفويض لدخول الحرب نرفضه. هذا ليس من اختصاص الجيش، عليهم أن يعيدوا الرئيس لمنصبه. ما زلنا لا نرى وجود أي سبب للانقلاب عليه. وبين هذه التجاذبات ما زال جزء كبير من الشارع يرفع شعارات التأييد لقادة الانقلاب ويطالب فرنسا بالرحيل من النيجر. تجمع المئات أمام أكبر قاعدة فرنسية في النيجر لمطالبة باريس بسحب جنودها فورا. تجمعنا هنا اليوم لنطالب بانسحاب الجيش الفرنسي، لا نريد أن نرى الفرنسيين في النيجر أبدا، لا نريد فرنسا، نحن جاهزون لكل شيء. اليوم هدفنا أن تغادر فرنسا من هنا فورا، ونقول لفرنسا ولمجموعة إكواس نحن هنا وجاهزون، ونشكر مالي وبوركينا فاسو على دعمنا. ويعكس هذا التحرك الشعبي أمام القاعدة العسكرية الفرنسية مدى تمسك قادة الجيش على المضي قدما في إجراءاتهم، خاصة وأنهم يبررون خطوة الانقلاب بأنها كانت استجابة لمطالب الشارع. رغم الجهود الدبلوماسية ودعوات التهدئة، تتصاعد حدة التهديدات بين إكواس من جهة والنيجر وداعميها من جهة ثانية، تهديدات تفاقم من الوضع الأمني هنا في ظل غياب أفق سياسي لحل الأزمة. إبراهيم حسناوي، سكاي نيوز عربية، نيامي.